ايه هلا حتى بلشنا. لو بيروا دكتوره ما تعتلي. صباح الخير اهلا وسهلا فيكي معنا دكتوره جنان شعبان. عم نستضيفك اليوم. اول شيء حضرتك مديره كليه الصحه بالجامعه اللبنانيه الفرع السادس عين وزين، وبدنا نحكي عن نشاط مميز عم تقوموا فيه بالجامعه بعيدا عن الاجواء الطبيه، بس طبعا بصب بهدف اكيد دعم ومساعده اشخاص كثار، هلا نحكي بالتفاصيل، يلي هو بايك فور هيلث او دراجه من اجل الصحه، اذا هيك بدنا نترجم، او لصحة أفضل، ما بعرف أنت شوفي شو إذا بدك لأجل الصحة. فينا نقول كان في تسمى فور هيلث لأنه نحن كلية صحة وهدفه هو بيئة صحي ورياضي. أوكي، لكن هو رح يكون نهار الأحد 18 أيلول، قولي لنا تفاصيل ومين رح يكون مشارك، شو الهدف منه؟ نحن وقت نحكي عن الصحة، طبعا الصحة هي أهم شيء، أغلى شيء بيمتلكه الإنسان وأكثر شيء بيحاول يحافظ عليه. سو من هون اهميه كان وجود كليه الصحه العامه بالجامعه اللبنانيه اللي عندها كثير من الاختصاصات بتقدمها للعالم. عندنا 12 اختصاص موزعين على 6 فروع منتشره بجميع المحافظات اللبنانيه. وطبعا نحن عملنا هيدا النشاط باطار رساله كليه الصحه، بس هيدا النشاط بس بفرع السادس. صحيح احنا عملناه مع الفرع السادس، وطبعا راح يكون في مشاركين من كليه الصحه من جميع فروعه. بس نحكي صحه عامه دكتوره، بس خليني اقول اهم الاختصاصات، يعني مثل العلاج الفيزيائي، تقويم النطق، صح؟ شو هي اهم الاختصاصات بها؟ صحيح، نحن بالفرع السادس عندنا العلاج الفيزيائي، عندنا التمريض بعين وزين بالفرع السادس، عندنا التمريض باللغتين الفرنسي والانجليزي، وعندنا الاشراف الصحي الاجتماعي، وعندنا اختصاص نحن حقيقه بنفتخر انه عم نقدمه للعالم اللي هو اختصاص علم المسنين، علم الشيخوخه، واللي كيف يعني؟ طبعا نحن بنخرج طلاب كفؤين انهم يشتغلوا بمثلا دار المسنين بالمؤسسه الصحيه للطائفه الدرزيه مستشفى عين وزين اللي نحن قاعدين بالكامبوس تبعها. ومنتعاون طبعا مع المستشفى. بوجه بهذه المناسبة تحية لدكتور زهير العماد المدير العام اللي نحن عم ننسق معه كل الوقت من أجل تخريج هود الطلاب وتأمين عملهم بالمستشفيات. أوكي، هيك أخذنا شوي عن الفرع بعين وزين، خلينا نفوت أكثر بتفاصيل النهار الرياضي، البيئة اللي بعرف العالم عن جد على منطقة يمكن كتار ما بيعرفوها. ايه طبعا، هي منطقة الشوف، منطقة كتير حلوة. نحن حوالينا طبيعة خلابة بجمالة، محمية أرز الشوف لحالها، محمية أرز الشوف اللي رح نكون نزورها بآخر النهار. صحيح. اوكي، شو التراجية اللي رح يكون؟ نحن رح ننطلق من المدينة الكشفية بعين سحلتا، المدينة الكشفية اللي هي منطقة كمان كتير حلوة بطبيعتها، فيها شجر صنوبر كمان كتير حلو. رح ننطلق منها، رح نمرق ببلدة مختلفة، بلدة الباروك، بتلون، كفر نبرخ، رح نمرق على معاصر بيت الدين، مرورا لحتى نوصل لبلدة أو لساحة دير القمر. دير القمر طبعا معروفة بلدة تاريخيا وعاصمة الأمارة المعنية التاريخية. طيب دكتور، المشاركين مين؟ هن بس طلاب الجامعة أو أي شخص حابب يدعم كمان رح بيشارك معكم؟ هي مفتوحة للجميع؟ المشاركين هن أكيد طلاب كلية الصحة من جميع الفروع. رح يكون المشاركين معنا كمان طلاب من غير كلية الصحة، من كلية العلوم مثلا، من كلية الفنون بدار القمر، كانوا مشاركين معنا السنة الجاية وداعمين السنة الماضية وداعميننا، وهيدي السنة كمان نفس الشيء. رح يكون في عنا اكشلي الناس اللي سجلوا الحديث هلا، ناس جايين من حصبية، ناس جايين من الجنوب، من بيروت، من جميع المناطق، من المتن الاعلى طبعا، من المناطق المجاوره كمان، وهذا شيء ايجابي جدا للنشاط ونحن كثير مبسوطين. برايك ليه عم بتشجعوا انه يشاركوا يمكن من مناطق بعيده عن الشوف، جنوب بيروت، ليه عم بتشجعوا لهيك نشاط؟ الناس بدها تنبسط، واللي لاحظته انه الناس بتحب تشارك بنشاطات الجامعه اللبنانيه وبتحب تتعرف على مناطق جديده، والمنطقه كثير حلوه فوق بتشجع. كيف اخترت الدكتور انه بدك تعملي نشاط يكون هيك يمكن بيربط البيئه مع الرياضه، وطبعا نحس كثير بالاجواء الصحيه انه نظريات وتطبيق يعني صحيح. كيف اخذت المبادره انه هيدا بيكون الحال يمكن طريقه احسن
صحيح، نحن فينا نضل نقول انه الرياضه هي كثير مفيده ولازم نعمل رياضه ولازم نتحرك، اللي هو هدف من اهدافنا اكيد، لانه نحن بنامن وبنعرف انه الرياضه بتاثر على صحه الانسان وبتجدد نشاطه وغيره. ولكن نحن اذا بنرجع لرساله كليه الصحه العامه بنلاقي، رح شوي اذكر بعض اهداف كليه الصحه العامه. هدفها الأول هو تخريج ناس أخصائيين كفؤين بالمجالات الصحية، مش بس بالمجالات الصحية، بالمجالات الاجتماعية وبالمجالات البيئية كمان. هيدا واحدة. كمان هدفها التنسيق مع المؤسسات الخاصة أو الرسمية والجمعيات المدنية اللي بتشتغل بحقل الصحي أو الحقل الاجتماعي وأيضا الوقائي اللي هو كتير مهم، وأيضا تنشئة لطلابة نظرية وتطبيقية، وهذا شيء كتير مهم طبعا مع اعتماد المعايير الأخلاقية والأدب المهنية. ومن هون انطلقنا بهذا النشاط. هون اجت فكرة النشاط بإطار تطبيق أو تدعيم رسالة كلية الصحة، ولحتى نبين كمان الرسالة الحضارية والاجتماعية. أوكي، أنت عم تطلعي معهم على الدراجة؟ أنا عم بطلع معهم على الدراجة. أنا طلعت أكشلي معهم على الدراجة قبل ما بلشنا النشاط. رحنا جربنا المسار تقريبا قبل باسبوعين السنه الماضيه، وكان معنا بجهل وتكيير نفس المسار جربناه ولقيناه كثير منيح للطلاب. ما في طلعات ونزلات، ما في طلعات ونزلات، بس في هيك نزله صغيره بمعصر بيت الدين، ما بعتقد كثير صعبه، منا كثير ريسكي. على كل حال يمكن الصليب الاحمر رح يكون دائما متواجد. رح يكون عم نشوف. بس شو عم تزرعوا شجره؟ نحن طلعنا زرعنا شجره باخر المطاف هذيك النهار، نحن ورئيس الجامعه دكتور عدنان السيد حسين الموجه له تحيه، هو داعم كثير كبير ورح يكون هذا النشاط برعايته، ورح يكون كمان موجود عميده كليه الصحه اللي هي كثير مبسوطه بهذه الانشطه وداعمه لها. الشجره بتنزرع بالمحميه وين؟ بيانس حلتا؟ رح تنزرع بمحميه ارز الشوف بمدخل باروك. مدخل الباروك. مدخل الباروك. اوكي. واللي لكن عم نشوف صور من السنه الماضيه، قديش كان عدد المشاركين هذيك السنه؟ كان عندنا فوق ال 350 مشارك. اوكي، وهالسنه قد ايه متوقع؟ بيروت باي بايك. اجار البسكليتات. بيروت باي بايك كانت عم تتعاون معنا وبعدنا عم تتعاون معنا. نحن استاجرنا هالمره كمان. السنه الماضيه كانت تقدموا لنا البسكليتات كلهم فور فري، هيدي السنه لا استاجرناه. هون عم نتعاون مع مسيو جواد سبيتي وعم بينظم معنا، وبوجه له كمان تحيه. حقيقه عم بيعمل شغل كثير حلو، كان عم بيساعدنا بالتنظيم وعم بيعطينا ايديا كثير حلوه. هو يمكن ضمن هالداعمين لهالنشاط. اذا بنحكي كمان مين الداعمين دكتور لهالنشاط؟ في كثير داعمين لهذا النشاط. واذا بدنا نحكي عن الداعمين لنجاح كليه الصحه، ما في حقيقة غير ما أذكر دكتور وليد صافي مفوض الحكومي لدى مجلس الأنماء والأعمار، عم بيساعدنا بكلية الصحة وأيضا من خلال نشاطاتها. دكتور زهير العماد كمان نفس الشيء. وعندنا رؤساء البلديات كلهم نحن بتواصل معهم كل الوقت، داعمينا معنويا، البعض منهم رح أذكرهم دعمونا ماديا كمان. عنا كل رؤساء البلديات أعضاءهم طبعا بيساعدونا. الشرطة البلدية عم تكون على الأرض كل الوقت، كانت سنة الماضي وهذه السنة كمان. بذكر كمان وبجي الشكر للصليب الأحمر والدرك والجيش اللي كانوا عم طريق كل الوقت طبعا عم بيرافقونا لحتى يتاكدوا انه كل شيء ماشي الحال مثل ما لازم، وما طلبنا ولا طلب غير ما لبوا لنا اياه. اوكي، وخصوصا انه مثل ما قلنا كمان في مشاركه لذوي الاحتياجات الخاصه رح يكونوا مشاركين معكم بالسباق. كيف؟ صحيح، هذا حقيقة يعني رح يكون له تأثير كتير كبير على الشباب اللي موجودين. رح يكونوا معنا من خلال مسيو أحمد الغول اللي هو بطل لبناني، منفتخر إنه نحن رح يكون موجود معنا بالنشاط. مسيو أحمد تحدى شلله، تحدى الإعاقة الجسدية من خلال الرياضة. ومثل ما بيقول، برجع بحب كرر الكلمة اللي بيقولها، الإعاقة الحقيقية هي منا الإعاقة الجسدية، هي الإعاقة اللي تطال الفكر والضمير والأخلاق. وهيدي تجربته، نحن هيدي التجربة بنحب ننقلها لشبابنا، وبوجه له كمان تحية باسمه وباسم كلية الصحة. شو عدد المشاركين لذوي الاحتياجات الخاصة؟ لحديت هلا ما عرفت بالضبط الرقم، بس ما رح يكون اقل من 4-5 اشخاص. طيب مين رح يستفيد دكتور؟ حكينا عن هالنشاط، بس ما نعرف بالنهايه باخر المطاف مين هن الاشخاص اللي رح يستفيدوا من هذا النشاط؟ سؤال كثير حلو. نحن ككليه صحه
طبعا عم ندعم رسالتها لكلية الصحة اللي بالأهداف اللي حكينا عنهم قبل. وإذا بدنا نرجع لاختصاصات كلية الصحة عنا بالفرع السادس اللي هن التمريض، العلاج الفيزيائي والإشراف الصحي الاجتماعي. نعم. هودي الاختصاصات طبعا الطلاب بياخدوا الأشياء النظرية، بيتعلموا الأشياء النظرية بقلب الجامعة ونبعتهم على مراكز التدريب لحتى يتدربوا وياخذوا أهداف المقررات اللي عندهم. ولكن في عنا جزء تاني من تدريب الطلاب اللي هو من خلال هذه النشاطات. اليوم من خلال هذه النشاطات الطلاب عم بينسقوا مع البلديات، عم بينسقوا مع الهيئات المدنية، عم بينسقوا مع الجمعيات النسائية وغيرهم، وهيدا هدف من أهدافهم. فاليوم نحن عم نحضر هذه الشباب، عم نحضر كوادر لحتى يقدروا يساعدوا غيرهم، ومن خلال هيدي النشاطات نحن عم نطور. سؤال أخير، المشاركة مجانية بالسباق؟ المشاركة لا مش مجانية، هيدي السنة عملناها 5000 حقيقة. نحن لأول تقريبا أوكي. مبلغ رمزي لأول صراحة 200، بعدين بدنا نصير نسحب أكثر دراجات من بيروت، سو في احتمال بعد 200 يصير ال هالسنة صار في رسم اشتراك لأنه استأجرته، لأنه استأجرنا البيسيكلات، نحن مستأجرين. نعم. أكيد أكثر من هيك، ولكن هيدا شيء رمزي بس للمساعدة. نعم. دكتور جنان شعبان، مديرة كلية الصحة بالجامعة اللبنانية الفرع السادس عين وزين، شكرا لحضورك معنا بستوديو أخبار الصباح. شكرا لكم، ومن حقيقة على هالمبادرة اللي عم بتقومي فيها، وهيك صارت مبادرة سنوية حلو نشوفها مكفاية، هيك كمان بتجمع أشخاص أكثر لهدف إنساني بيئي رياضي، يعني جمع عدة أهداف بنشاط واحد. ثانك يو لكم، أنا بدي أتشكركم، بدي اتشكر فريق العمل هون، بدي اتشكر المخرج، كلكم ذوق على استضافتكم لإلي، وانا بدي اقول انه نحن مكملين بهيدي النشاطات، كل نشاط بيجمع الناس بطريقه تشحنهم بالسعاده وبالفرح، نحن معهم، وبعتقد هيدا اقل شيء يعني بنقدر نعمله للشعب اللبناني. نعم. شكرا، نحن معكم. وصلنا اذا لختام حلقتنا، والختام مثل العاده بيكون مع تقريرنا الرياضي. بكره اكيد موعد جديد من اخبار الصباح، انطرونا. باي. باي. مايكل شوماخر سائق سيارات ويعتبر من أعظم الأبطال يلي مروا على الفورمولا واحد وفاز بالعديد من الألقاب. هو سائق سيارات ألماني أسطوري مواليد 1969 بهيرمولهايم، وبتحديدا 3 يناير. مايكل شوماخر على مر العصور هو الأفضل، فلقد حصد 7 ألقاب عالمية، الأول والثاني مع فريق بينتون بالعام 1994 و1995، والخمس المتتالية مع فريق فيراري 2000 2001 2003 و4. حقق شوماخر العديد من الأرقام القياسية، وبالإضافة للألقاب المتعددة حصد الجوائز الكبرى في الفورمولا واحد، حيث حقق لقب أسرع المنطلقين، أسرع لفة، أسرع انطلاقة ولفة في نفس الحلبة، وكان أيضا الأشهر في الفورمولا واحد حتى العام 2006 وفقا لاستطلاع رأي آم في الاتحاد العالمي لسباق السيارات، وبحصد لقب العالم للفورمولا واحد حطم رقم قياسي جديد بعد ما حقق لقبه 2004 في العام 2004، وبعد ما حصد لقب العالم السادس محطما الرقم القياسي للفورمولا واحد، أصبح المتوج الأول في عالم السيارات. من عام 1991 إلى عام 2006 و3 سنوات من التوقف وفور العودة، كان عم يحرز لقب العالم الخامس على التوالي، الرقم السابق قام باسم فانجيو ب4 ألقاب متتالية على العالم. بعد 16 موسم متتالية كان عم يعود إلى مضمار السباق مرة أخرى، حيث لعب بصالح فريق مرسيدس بداية موسم 2010 بعد ما قبل العرض المقدم من الفريق، فريق يلي من بداية موسم 2012 أصبح اسمه مغاير. بعد 3 سنوات مع الفريق الألماني بداية من موسم 2010 حتى موسم 2012، وبالتحديد في 4 أكتوبر 2012، وعن عمر يناهز 44 سنة، قرر إعلان اعتزاله الثاني للمنافسات الرسمية. في ديسمبر 2013 تعرض شوماخر لإصابة خطيرة في الرأس أثناء التزلج، وتم نقل الرجل إلى المستشفى ووضع في غيبوبة متحدثا الطبيب بعد ما عانى من إصابات في الدماغ، وكانت الغيبوبة من 29 و9 سبتمبر عام 2014، وعيد شوماخر إلى منزله للراحة بلوزان. ومن 9 سبتمبر حتى ديسمبر 2013 غادر بعد المستشفى في غرينويل للمزيد من إعادة التأهيل في مستشفى في جامعة في فرنسا، وفي نوفمبر تشرين عام 2014 يذكر أن شوماخر أصيب بالشلل وهو على كرسي متحرك نتيجة هالحادث، وهو أيضا في العودة بالتأهيل.
بدأ صاحب الأصول الجزائرية حياته الرياضية مبكرا في عام الرابع تحت قيادة الكارت سباق الكارت، وتعرف الكارتينج الإنجليزية هي نوع من أنواع سباق سيارات مع أربع عجلات صغيرة وبسيطة، وعادة ما يتم السباق على حلبة الكارتينج الصغيرة، وقد تعتبر عادة خطوة أولى في عالم رياضة المحركات في مضمار كارين تحت إدارة والده. في 1984 اقترب من أحد رجال أعمال المنطقة بورغن ديلك واللي أعجب بالصبي وقرر مساعدته ماديا، وفي السنوات التالية فاز بلقب جونيور الألماني والبطولات الأوروبية في غوتنبرغ السويد، وقع في آخر سباق حادث فردي تقريبا في المنحنى الأخير من اللفة الأخيرة، ارتكب زاناردي وأورسيني خطأ مما أدى إلى انحراف عن المسار، الأمر يلي لم يعطي فقط النصر لشومخر بل أيضا البطولة. في العام 1988 انتقل شومخر من الكارتينج إلى سيارات المستويات العليا، وذلك بفضل دايلبريك، شارك في بطولة الفورمولا فورد الألمانية والأوروبية، حقق في بطولة فورمولا فورد الألمانية المركز السادس والمركز الثاني في بطولة الفورمولا فورد الأوروبية وراء ميكا سالو يلي اقتنص المركز الأول، ولكن في نفس العام ساعدوا أيضا جوستاف هوكر تاجر سيارات لامبورغيني للانضمام للفورمولا كونغ، سلسلة التدريب تستخدم هيكل ومحركات الفورمولا باندا الإيطالية، حيث فاز في 9 سباقات من أصل 10 وحقق بسهولة البطولة. كان سيكون الانتقال إلى الفورمولا 3 خطوة تراجع لشومخر، ولكن ديلك أقنعوا بعدم الانتقال. قرر ويلي فير في العام 1989 مالك إحدى الأندية مبهرا بقدرات السائق الألماني الشاب أن يجعل شومخر يوقع عقد مدة عامين للتنافس في فورمولا 3. أنهى شومخر البطولة الألمانية في المرتبة الثانية بفارق نقطة واحدة عن كارل ويدينغلر. في العام 1990 واصل منافساته في بطولة الفورمولا 3 الألمانية وتوج بطل لها، وفاز باثنين من المسابقات الدولية المرموقة من نفس الفئة، الجائزة ماكاو الكبرى وبطولة مونتي فوجي. في نهاية الموسم كمنافسي هينز هارلد فرينشن وكارل وينجر وقع عقد مع مرسيدس لقيادة سيارات التنافسية في بطولة العالم المجموعة جيم. تتطلع مرسيدس إلى العودة إلى سباقات الفورمولا 1 بسيارة بسائق واحد بعد الخروج منها عام 1955، وأولت القيادة للفريق ليوخن ميرشا، ويؤخذ عن الاعتبار أنه شومخر كان سيكون هو أول سائق يختار لهذه المسابقة في فريق مرسيدس. لم يتحقق المشروع نظرا للتكاليف الباهظة، وكانت الشركة الألمانية قد حددت في نوفمبر المحرك اللازم لفريق زاوبر منذ العام 1993. في عام 1991 شارك شومخر في بطولة العالم السيارات وحقق المركز التاسع في البطولة، والحدث الأهم لهذا الموسم في مسابقة 24 ساعة لومانس، وبلغ المركز الخامس جنبا إلى جنب مع ويدينغر وكروبو بونتر، وحقق اللف الأسرع في المسابقة، كما شارك في سباق الفورمولا 3000 في اليابان واقتنص المركز الثالث. نافس شومخر لأول مرة في الفورمولا 1 في العام 1991 تحت قيادة فريق جوردن جراند بريكس، حيث أن الفريق الأيرلندي اللي ظهر في هذا الموسم كان في حاجة إلى استبدال في سباق الجائزة الكبرى في بلجيكا في حلبة سباق فرانكورشان السائق بارتران غوتشوب بدلا من أن يتم اعتلاقه في لندن، ولهذا مرسيدس نقلت شومخر إلى فريق أدي جوردن بمبلغ 150 ألف دولار. ولكي يوافق فريق جوردن على هذا الترشيح أكد مدير أعمال شومخر أن شومخر يعلم جيدا بالمسار الصعب اللي بيمر فيه الفريق الأيرلندي، على الرغم من أنه في واقع الأمر كان يتبين من المدير نفسه بمناسبة مرور 20 سنة على الفورمولا 1 لشومخر أن شومخر لم ينافس في سباق الفورمولا 1 من قبل، وعلى الرغم من أنه هذه المرة الأولى اللي بيواجه فيها الألماني صعوبات الحلبة إلا أنه استطاع خطف الأنظار وأدهش الجميع.